لكن الأهم كان امبارح كابتن محمود الخطيب امبارح رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة اجتمع ظهرا مع لجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح وعضوية كابتن زكريا ناصف وبحضور كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة. شهد الاجتماع ده مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترة الماضية، وعلى رأسها طبعا أسباب تباين المستوى والنتائج وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي وعدم التركيز لدى بعض العناصر في الفرقة، يعني كمان إن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه. وبعد كده عقد الكابتن محمود الخطيب اجتماع اخر مع مستر مارسيل كورا المدير الفني وكابتن خالد بيبو مدير الكره، وتحدث بوضوح عن كل الملفات المتعلقه بمنظومه العمل وتطبيق اللوائح، فضلا عن الاسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر، وشدد على ضروره اعاده الامور الى نصابها الطبيعي سريعا. وطبعا ده خلق دوافع جديده، هو نبه على خلق دوافع جديده وتقديم ما يليق بالنادي الاهلي وقدرات لاعبيه والجهاز الفني. هنا حابب يكون له تعليق صغير قوي، لان اللي بيحصل ده حذر منه الكابتن محمود الخطيب من زمان، من قبل ما الموسم ده يبدا اصلا. لو يا ريت لو نسمع مع بعض جزء من كلمه الكابتن محمود الخطيب في حفله الاهلي استثنائي بعد نهايه الموسم الماضي، لان ده جزء مهم جدا تشوف الكابتن محمود الخطيب كان قلقان من الجزئيه دي قد ايه. نسمعها ونرجع نكمل كلامنا. بطل من ابطالنا اللي بنحتفل بيهم عايزه بالنيابه عن زمايلي في مجلس الإدارة، نهدي كل البطولات دي لجمهور النادي الأهلي، جمهور الأهلي اللي أنا مهما شكرته مش هديله حقه، ومش هكون مبالغ أبدا لو قلت إن احنا محظوظين بجمهور النادي الأهلي أو بجمهور الأهلي. عشان كده أنا بهديهم هذا الإنجاز اللي يستحقوه، هم اللي يستحقوه، وبقول لهم النادي الأهلي محتاجكم أكتر في اللي جاي. وأنا بقول الكلمة وبقصدها، اللي جاي صعب وصعب جدا، وأنا بقصد الكلام ده، اللي جاي صعب وصعب جدا. وجمهور الأهلي هو كلمة السر. عايز أحيي فرق النشاط الرياضي، بقول لهم اللي جاي مش هيكون سهل. أنا عدت الكلام ده تاني لأن أنا أعنيه كويس، اللي جاي مش سهل. زي ما حضراتكم شفتوا، زي ما سمعنا الكابتن محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي كان شايف اللي هيحصل من بدري، وده بالمناسبة اسمه انتقاد ذاتي. احنا هنا بنقول ان في حالة تشبع وبنقول ان في تباين في الأداء، لكن في نفس الوقت احنا بندعم فرقتنا فرد فرد واسم اسم، لانهم بيحملوا شعار النادي الأهلي، وهم هم اللي جابوا الخمس بطولات السنة اللي فاتت. لكن البقاء على القمة يتطلب مجهود اكبر من اللي عملته عشان تفضل على القمة. الأهلي دايما استثنائي، عشان كده علشان ما نقعش في الفخ، ما يقعش في فخ التشبع البطولات ده، يعني الكرة مكسب وخسارة وتعادل، لكن لما تكون بتعمل اللي عليك وبتأدي بكل قوة طول ما انت بتلعب في الأهلي أو بتنتمي للنادي الأهلي هتاخد دعم لا محدود من الجماهير ومجلس الإدارة. لكن برضو لازم ننتبه لنقطة مهمة جدا، انك تعمل اللي عليك وتفرح الجمهور وتسعى دايما انك تكون على القمة. جمهور الأهلي بيحب يشوف جهد مبذول في الملعب وبيحب الانتصارات، لكن أكيد جمهور الأهلي مستني كتير من الفريق اللي حقق خمس بطولات في الموسم الماضي. ونتمنى ان البدايه تكون ماتش يانج افريكانز ونحقق الفوز خارج ارضنا قبل ما نروح لكاس العالم للانديه. كابتن محمود الخطيب قال اللي جاي صعب. هو الراجل عنده الراجل لعيب كوره سابق، ده اسطوره كره قدم يعني، فهو شايف اللي حاصل ده، اللي جاي صعب، الناس عندها تشبع، الناس حققت يعني اللي اول مره يلعب في النادي الاهلي الموسم اللي فات خد خمس بطولات، فدي حاجه مش سهله انك تبقى بتجدد الدوافع بتاعتك، زي ما بنقول كده يعني بتخلق دوافع جديده للفرقه. ده مش شيء سهل، مش شيء سهل ابدا، بالعكس ده اصعب من الموسم اللي فات. ولذلك زي ما قلنا جمهور النادي الاهلي ما بيرضاش برقم 2 دي ابدا ابدا في اي بطوله بيشارك فيها. احنا في كاس العالم للانديه بناخد ثالث عالم، بنقول لا المره الجايه نبقى ناخد ثاني عالم. فبالتالي لا، احنا المفروض ان اللعيبه تبقى حاسه الفترة دي تحديدا، حاسة بالجمهور وحاسة بزعل الجمهور منهم، لأن الجمهور برضه هو اللي بيهتف لك، هو اللي بيهتف ليك وبيشيلك على كتافه لما بتاخد البطولة، فلازم تبقى حاسس بده. ولازم
باسرع وقت ممكن الدوافع تتجدد. انت يعني احنا ضاع مننا بطولتين خلاص في اول الموسم، انما اللي جاي لسه بدري، دوري ابطال افريقيا ودوري وكاس وسوبر، وفي بطوله سوبر جديده في الامارات بشكل مختلف، فانت محتاج ان انت تجدد دوافعك باسرع وقت ممكن. وده دور مستر مارسيل كولر، دور اللعيبه مع نفسهم، لان مجلس الاداره عمل اللي عليه.